بهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المستشار فهد بن محمد بن منيخر القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين. أهلا بك في نشرة الثالثة، نهنئكم يعني اليوم الوطني 94 للمملكة العربية السعودية. ونتحدث بداية، كيف تصف هذه العلاقات الأخوية والوطيدة والتاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟ حياكم الله، مساكم الله بالخير، واشكركم على إتاحة الفرصة ان اكون معكم على الهواء. طبعا العلاقات صعب ان احنا نختزلها ونتحدث عنها في دقائق او لحظات معدودة، يعني هي تاريخ من العلاقات الممتازة والجميلة. نعم، العلاقات لها خصوصية تاريخية، علاقات منشأها قوي من الاجداد، ما يربط الاسرتين المالكتين الكريمتين والشعبين الشقيقين كبير جدا. ونحن نحتفل الآن بذكرى توحيد المملكة، نجد أن جلالة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه قد زار البحرين عدة مرات، ولعل آخرها كان في العام 1939 لقاء صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي رحمه الله. والله يرحم الملك عبد العزيز، زياراته الخارجية كانت قليلة، يعني بعد توحيد المملكة ما زار إلا دولتين، إحدى الزيارات كانت للبحرين في ذلك الوقت. واستمرت العلاقات بتميزها حتى العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واخي جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظهم ويسلمهم. وايضا ما يؤكد على الله يسلمك على متانة وقوة العلاقات والتعاون بين البلدين هو ترأس سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان واخي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمجلس التنسيق السعودي البحريني المشترك، هذا دلالة على قوة العلاقة والتعاون اللي وصلنا له ولله الحمد. نعم، إذن لو نتطرق سعادة المستشار يعني إلى الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة العربية السعودية، طبعا بالإشارة إلى يعني الاحتفالات الوطنية يعني والمهرجانات وغيرها من يعني أوجه يعني الاحتفال في هذا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية سواء في مملكة البحرين أو في المملكة السعودية. بالنسبة للاحتفالات بدأت في المملكة من أواخر الأسبوع الماضي، وأيضا بدأت في مملكة البحرين عشناها ونعيشها يوميا من نهاية الأسبوع الماضي. أيضا فمملكة البحرين وشعبها الكريم تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى وسمو ولي العهد، والاحتفالات القائمة في الأماكن العامة في مملكة البحرين، هذه تدل دلالة كبيرة على حجم وقوة العلاقة بين الشعبين والقيادتين والمحبة الدائمة اللي إن شاء الله تكون مستمرة بإذن الله تعالى. وإحنا في السفارة أيضا عندنا احتفال بإذن الله سنقيمه بعد غد إن شاء الله بإذن الله تعالى، وراح نتشرف باستقبال كبار الشخصيات من مملكة البحرين الشقيقة. نعم، إذا سعادة المستشار فهد بن محمد بن منيخر القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.